بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة رجعنا تاني لبوابة الضرائب المصرية، والفيديو ده ردا على بعض الأسئلة اللي جاتني على صفحتي على الفيسبوك أو هنا حتى في الكومنتس في قناة اليوتيوب. من ضمن الأسئلة اللي احنا هنجاوب عليها النهاردة هو: لو أنا عندي مردودات مبيعات أعملها إزاي أو أدخلها على البوابة إزاي؟ لو انا عندي مردودات مشتريات ادخلها على البوابه ازاي؟ طيب، يمكن احنا كنا ردينا على بعض هذه الاسئله ضمن فيديوهات تانية، ولكن يعني لكثره السؤال عن الموضوع ده فانا حبيت افرد له فيديو لوحده بحيث ان احنا نبقى عارفين بتعمل ازاي. انا هنا دخلت على بوابه الضرائب المصريه، ودخلت هنا على ضريبه القيمه المضافه، وقلت اضافه فاتوره، ودخلت هنا قلت مبيعات، وجيت عند نوع المستند. وطبعا زي ما انت عارف انا عندي هنا فاتورة، عندي اشعار اضافة، اشعار خاص، مستهلك نهائي محلي، مستهلك نهائي اجنبي، ودي كان جزء جديد تم اضافته، وعندي جهات حكومية. طبعا انا لو عاوز اعمل فاتورة عادية هختار فاتورة، مفيش مشكلة. لو انا عندي هنا عاوز اعمل مردودات مبيعات، طيب اذا كنت انا لما باجي احط فاتورة المبيعات بختار فاتورة زي ما احنا اتفقنا، يبقى لما هاجي اخش هنا عشان اعمل مردودات مبيعات هعمل اشعار خصم. وطبعا اشعار خصم، بص حضرتك، ما بختارش هنا ولا هنا رقم الاشعار، هقول مثلا واحد، كويس، اسم العميل، اي حاجه، محمد، رقم التسجيل الضريبي هنا مش مطلوب، العنوان مثلا هكتب القاهره، والتاريخ يعني خليني في نوفمبر، ان انا لسه ما دخلتش اي حاجه في نوفمبر، فخليني اكتب نوفمبر عشان لما نيجي نحذفه. اسم المنتج، اي حاجة، ادوات مثلا مكتبية، طبعا نوع هنا تسويات وما نقدرش نغيره، نوع السلعة محلي، فطبعا قال لي 14%، كمية المنتج زي ما حضرتك عايز، سعر الوحدة او الخدمة هنقول مثلا 1000 جنيه اللي احنا بنردها. فهتبص تلاقي ان عارف ان قيمة الايه الفاتوره طبعا، واخد بال حضرتك، 1140، وطبعا 140 قيمه الايه الضريبه، وهعمل اضافه، ومكتوب هنا اهو ادوات مكتبيه تسويات محلي وسعر الوحده والبيانات كامله زي ما احنا عملناها، وهعمل حفظ فواتير. طيب، عاوز اتاكد ان التسويه دي تمت، فهروح فين؟ هروح ضريبه القيمه المضافه اهو، اختار نموذج 10 عشان نتاكد، ونخش هنا على الفترة الضريبية اللي احنا طبعا احنا زودناها نوفمبر، واحنا ايه لسه ما وصلناش نوفمبر. طيب خليني اقول اكتوبر، فدي برضو يعني حاجة كان لازم ناخد بالنا منها، فتعالوا نقول كده قيمة مضافة، وطبعا هنا احنا برضو لسه ما دخلناش، فخلي بالك التسويات هنا كانت صفر، وهنرجع انا وانت تاني معلش نعمل اضافة فاتورة بسرعة المرة دي، ومبيعات، وهنعمل نفس اللي انا عملته انا وانت قبل كده. عشان ما نضيعش وقت الفيديو، وهنختار اكتوبر، هنختار مثلا يوم 31 اكتوبر، واسم المنتج احنا قلنا مثلا ادوات كتابية، ونوع السلعة محلي، هنا سعر واحدة قلنا 1000، قيمة الخصم مفيش، طبعا هنعمل كده، كمية المنتج 1، فطبعا عمل لي نفس الكلام اللي احنا شفناه، فهعمل حفظ فواتير، وهرجع تاني. انا هنا بقى اخترت صح شهر 10، فهرجع هنا واختار الفترة الضريبية 10، واخش على الإقرار، وابتدي أعمل قيمة مضافة. بص بقى حضرتك هنا ظهر لي إيه؟ آدي المبيعات طبعا ما فيهاش حاجة لأن إحنا لسه ما حطيناش الشهر، وجالي تسوية بناقص 140، يعني معنى كده إن أنا خصمت من المبيعات 140. طب لو أنا عاوز أعمل نفس الكلام في المشتريات هعمل نفس القصة. هاجي اخش هنا اضافة فاتورة، تمام، وبرضو هختار هنا مشتريات،
وهاجي هنا نوع المستند فاتورة وإشعار إضافة وإشعار خصم. فلو أنا عايز أعمل إشعار أو إذن إفراج طبعا إشعار خصم كويس، رقم الإشعار هقول 1، اسم المورد مثلا محمد برضو كويس، عندي هنا العنوان القاهرة، التاريخ عشان ما نغلطش نفس الغلطة أكتوبر كويس، وهنحطه 31 برضو. اسم المنتج هنعمله أدوات برضو. نوع السلعة هنقول سلع، طبعا كمية المنتج 1، سعر الوحدة هنقول مثلا 500. طيب وهنعمل إضافة، طبعا نزل برضو تسويات وسلع زي ما حضرتك شايف كده، ايه نفس الكلام، وهعمل حفظ فواتير. وهنرجع تاني لنموذج 10، وهنخش على الفترة الضريبية أكتوبر، ونختار نوع الإقرار، طيب ده بالنسبة لنا المبيعات أهي. وفي المشتريات برضو عملت نفس الكلام، تسويات للضريبة بناقص 70 لأن إحنا حطينا 500 جنيه، وطبعا زي ما انتم شايفين كده دخل هنا ضريبة المدخلات والضريبة المستحقة، أنا آسف، ضريبة القيمة المضافة كويس، وضريبة المدخلات والضريبة المستحقة والرصيد زي ما انتم شايفين. فده زي ما بيقولوا كده، لو انت حابب تعمل مردودات مشتريات او حابب تعمل طبعا مردودات مبيعات، فحضرتك تقدر تعمل الكلام دوت بمنتهى السهولة. طبعا لو انا حابب احذف بقى الاجزاء اللي انا عملتها دي، اروح اعمل عرض للفواتير او حذف فواتير اهو، وهخش واخد بال حضرتك على الفترة الضريبية. لو انا عامل هنا مثلا هختار اولا نوفمبر عشان اللي احنا عملناها بالغلط، احنا عاملينها مبيعات اهي كويس، فهروح اعمل حذف اقول له اوكي، وبعدين هنا اخش كمان في اكتوبر اللي احنا عملناها سوا واعمل بحث، وبرضو اهو محمد هعمل حذف الاتنين دول مبيعات، واخش على المشتريات اعمل برضو كده، وهشيل الاجزاء اللي احنا عملناها عشان ما ننساش. وبكده يبقى ده الاسئلة اللي جات لي فيما يخص ازاي نحط مشتريات مردودات مشتريات او مردودات مبيعات على الموقع، واعتقد ان يعني الشرح يبقى ان شاء الله سهل وواضح بالنسبة لكم. اي اسئلة ليكم يا ريت تضيفوها في الكومنتس تحت، اي فيديوهات حضراتكم محتاجينها برضو قولوا لنا ايه اللي انتم محتاجينه، واحنا ان شاء الله في اقرب فرصة نعمل فيديو نشرح فيه اللي انتم عايزينه. شكرا لحضراتكم، إن شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.